يا صباح الخير عليكم جميعا، أرجو تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. ونادية معاكم، وطالما شفتوني أنا هيك مستعدة، يعني في 10 دقايق تقريبا رياضة، حيكونوا 40 ثانية نشتغل و20 ثانية من ريح. بس صدقوني المرة هاي فيها دقات قلبي كتيرة، يعني اقترت أنا تمارين فعلا إنه الكارديو لما القلب يدق بسرعة بخلي الدم يتدفق في كل الجسم، ولما الدم هيك يبقى دافي هيك في كل الجسم بيحرق الدهون بسرعة. فأرجو أن يعجبكم، وقولوا لي تعليقاتكم إذا أنتوا حبيتوه، وإذا بدكم أنه أنا أعطيكم كمان تمارين تانية. يمكن في بعضهم بيقولوا لي بدنا إحنا الريل بيجينر، فإذا فعلا أنتوا محتاجين اتصلوا تحت التعليق. وأشكر جميع المشتركين، وأراكم بعد التسخين. يلا بينا يلا بينا.
رجعت لكم. شفتوا زي ما أنا وعدتكم إنه المرة هاي فيها دقات قلبي كتيرة، بس صدقوني ما تستصعبوها، شوي شوي يعني. حتى لو إنه مبتدئين أنتوا اعملوا الحركات اللي هي أنا بحطها للمبتدئين، وبعدها حتوصلوا لا يعني يعني خلال كم شهر صدقوني حتقدروا تعملوا كل التمارين اللي احنا بنعملها من غير إنه الموديفيكيشنز. بس أهم شيء الاستمرارية، وما تنسوا تعملوا الكول داون، كتير مهم بعد ما دقات القلب تتدفق هيك في الجسم كله وبتدفيه وبتحرق الدهون، لازم انه نعمل الكول داون، والمية كتير مهم. فان شاء الله اراكم في فيديو اخر، وانطلقوا في نهاركم وعيشوا حياتكم، عملتوا الدور المهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.